أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات حياة مهاجر بأمريكا. لقيت سؤال لفت نظري الحقيقة على حلقة تمن الغربة، هقراه لكم ونرجع نجاوب عليه. بيقول: من غير أن أشاهد الفيديو نقط تكلم عن ثمن البقاء في وطنك الأم قبل. قارن نفسك مع شخص في نفس عمرك ما زال يعيش في وطنك الأم. أهلا بيكم مرة تانية. اتكلمت كتير جدا عن موضوع تمن الغربة، وقلت لكم ان مفيش اي حاجة في الدنيا من غير تمن، بس المرة دي تمن الغربة صعب قوي. يعني اذا كان السؤال دوت، انا شايف ان يعني طبعا هو ما شافش الفيديو، بس هو يعني بيطرح سؤال لازم اجاوب عليه. يعني اقارن نفسي بالناس اللي هي موجودة في مصر ما هاجروش، كلهم كويسين جدا، كل يعني زمايلي اللي في نفس عمري اللي اتخرجوا معايا في نفس الدفعة اللي كانوا في نفس المرحلة العمرية كويسين جدا، منهم مديرين مستشفيات، منهم ريجن مانجر في بنوك ضخمة جدا، منهم ناس كتير في جمارك، منهم ناس كتير بقوا مديرين عموم في شركات، منهم ناس كتير مرتباتهم ضخمة جدا، منهم ناس كتير نابهين في الاي تي وفي الكمبيوتر كتير. يعني اللي عنده مقومات النجاح هتبقى مقومات النجاح موجودة في اي حتة في العالم، مش لازم يجي امريكا عشان ينجح. هو لو عنده مقومات النجاح وعايز ينجح هينجح في مصر وهينجح في امريكا. المقارنة يعني أقارن إيه بإيه؟ يعني أقارن حد يكون مثلا اتظلم أو حط فشله على شماعة الظلم، ولا حط فشله على شماعة الظروف أو الوطن أو الجهل أو التخلف أو البيروقراطية أو المحسوبية أو الواسطة؟ كلنا عشنا نفس الظروف، بس أنت لازم تصنع حلمك بإيديك. يعني ما تنتظرش ان حد في الدنيا هياخد يعني بايدك واحد في المليون. يعني في ناس كويسين طبعا في الدنيا، سواء هنا او في مصر او في اي دولة عربية، بس في الاغلب كلها يعني سوق في تنافس شديد جدا. فاذا ما كانش عندك انت مقومات النجاح دي، ما كانش عندك من جواك انت انك عندك دافع قوي جدا عشان تنجح، مش ممكن هتنجح، مش ممكن هتوصل. اللي عنده الكفاءة او اللي بينمي كفاءته وبيشتغل على نفسه بينجح في اي حتة في الدنيا. ده مش صلب الموضوع، لكن الجزء اللي انا عايز اتكلم فيه، لان لقيت في السؤال فيه يعني تهكم شوية. قبل ما تتكلم عن تمن الغربة اتكلم شوف زمايلك اللي في مصر فين وانت فين. فهنرجع نتكلم تاني عن تمن الغربة. في نقطة يعني بيغفلها كل الناس اللي اتكلموا وكل الناس اللي هاجرت، يمكن ما حدش تطرق ليها يعني قبل كده، يمكن لسه يعني ما حدش حصلت له ظروف. لكن انا والدي العزيز توفى الاسبوع اللي فات، والحقيقة يعني في خلال الاسبوع اللي فات كنت موجود في البيت، ما رحتش الشغل، وتداعت افكار كتير جدا الى ذهني، ولقيت ان ثمن الغربة ده مش بتدفعه انت بس كمهاجر. احنا بس ناسيين الموضوع والدنيا واخدانا وبنتكلم علينا وعلى اولادنا، وبتكلم على التضحيات اللي احنا عملناها، وان احنا جينا وفحطنا في الصخر، ولا لحسنا التراب، ولا اتبهدلنا عشان خاطر ولادنا، وولادنا كمان تعبوا واشتغلوا في سن صغيرة عشان هم كمان عليهم اعباء ولازم يفوا بيها. يعني يعني الاسرة كلها بتتعب الحقيقة المهاجرة، لكن عمرنا ما اتكلمنا عن التضحية اللي بيضحيها الاهل. ده انت لما يعني ابنك بيغيب عنك شوية، ولا ابنك بيسافر في حتة، بتبقى هتتجنن. يعني لما حد بيكون في مصر وابنه ما بتجيلوش جامعة، حد يعني حد عايش في اسكندرية وجات له جامعة اسيوط، بيبقى زعلان جدا ان هو ابنه هيروح يقعد في اسيوط ومش هيشوفه قدام عينه كل يوم، ولا يخش عليه رايح جاي من الجامعة للبيت.
بقى زعلان جدا المجموعة. يا ابني مش كنت تذاكر شوية تجيب مجموعة؟ اديك هتتبهدل وهتبهدلت معاك والشحطاطة وهكذا يعني. والأب والأم ما بيقدروش يستحملوا الحقيقة فراق الأبناء أبدا عنهم. يا ترى الأهل دول ضحوا بإيه اللي احنا ما كناش حاسين بيه ساعة ما هاجرنا؟ يا ترى السنين الطويلة دي والوحدة دي في السن ده، لأن ده يعني غالبا اللي بيهاجر لو هيهاجر لوحده بعد ما يبني أسرة هيبقى والده في الستينات، يمكن أكبر شوية أصغر شوية السبعينات حسب يعني عمر المهاجر. بس لو اتكلمت في الفئة العمرية بتاعتي لما هاجرت عندي 47 سنة كان والدي كبير في السن. فأنا كلمتكم قبل كده على صعوبة الموضوع، بس أنا عمري ما اتكلمت على الشقاء وعلى ما يعانيه الأهل وما يعانيه الوالدين يعني من حرمان ومن وحدة ومن شوق لأولادهم. يا ترى ده ممكن يتمن ازاي يعني؟ يعني الناس اللي هي بتقول قارن والناس كلها يعني موضة كده في مصر وفي الدول، عايز اهاجر عايز امشي عايز اغور من البلد دي، لكن احنا ازاي بالأنانية دي يعني ما فكرناش في الموضوع ده؟ يا ترى الاهل دولت بيضحوا بايه؟ يا ترى الاهل دول بيحسوا بايه لما اولادهم بعيد عنهم الاف الاميال الاف الاف الاميال؟ يا ترى بيحسوا بإيه وكانوا حاسين بإيه؟ يا ترى كمية الوحدة اللي حسوا بيها؟ يا ترى ثمن الغربة اللي هما قاسوها وهم حاسين بالوحدة في بلادنا الأم شكلها إيه؟ لو كنت بتعتقد إن أنت هتقاسي من الغربة لوحدك تبقى غلطان. يا ترى الساعات بتمر إزاي والأيام والسنين بتمر إزاي والوالدين مش بيشوفوا أولادهم، وخصوصا لو كان عندهم أولاد أكتر من واحد مهاجر؟ يا ترى كانوا حاسين بإيه؟ يا ترى كان شعورهم إيه؟ يا ترى أنا لو حطيت نفسي في نفس يعني في نفس الوضع وابني هاجر راح بلد على آلاف الأميال على 2 3 سفر على ما بيوصل، يعني يا ترى هيكون شعوري إيه؟ فأكيد تمن الغربة اللي احنا بنقاسيها أقل بكتير جدا من تمن الغربة اللي عاشوها أهالينا في بلادهم لأن أولادهم بعيد عنهم. بس احنا عمرنا ما فكرنا كده يعني، ما لقيتش حد يتكلم في الموضوع دوت يعني، ولا من ضمنهم. كنا بنتكلم على مواضيع كتير سواء يعني مواضيع هامة أو مواضيع غير مهمة أو مواضيع تافهة، ولكن لم يتطرق أحد لموضوع قسوة الحياة على الأهل اللي أولادهم بيسيبوهم ويهاجروا. أكيد شيء قاسي جدا جدا جدا. أنا بحاول أفتح مواضيع يمكن الشباب الصغير ما بيبقاش واعي ليها قوي، لكن كل ما العمر بيمر وكل ما الأهل بيكبروا وكل ما الموضوع بيزداد صعوبة، كل ما الأهل بيكبروا بيحتاجوا مساعدة، لكن لما يدور حواليه ما يلاقيش أولاده الموضوع صعب. من 30 سنة قابلت أستاذ إنجليزي في اسكندرية وقعدنا نتكلم عن موضوع برضه الهجرة وكده. قال لي أنت عارف إن في أيرلندا لما الابن بيهاجر بيعملوا زي حفلة كده قهوة والناس بتشرب قهوة لأنهم بيعتبروه مات، مش هي أهله مش هيشوفوه ده رايح أمريكا يعني عالم يعني هينزل أيرلندا كل قد إيه، هاجر خلاص يعني اعتبروا أهله إنه مش موجود. ودي أيرلندا ودولة غربية أوروبا الغربية وعندهم يعني الفكر مختلف خالص عن الشرق خالص، ومع ذلك بيقدموا قهوة كأن الولد مات. الحقيقة ما افتكرتش الجملة دي غير الأسبوع ده. الحقيقة المهاجرين صغار السن ممكن ما يحسوش بالموضوع قوي، طبعا الموضوع قاسي أيا كان السن لأن الأولاد غاليين جدا جدا على الأبوين، لكن كل ما السن كبر بتاع الهجرة كل ما الأهل كانوا أكبر في السن وكان الموضوع صعب والتضحيات لا تقدر بثمن. مفيش حاجة تانية أغلى من الأولاد إنك تتحرم منهم، وأهالينا ضحوا بسعادتهم عشان نهاجر ويبقى عندنا مستقبل أفضل. بس
التمن غالي أوي أوي يعني أوي. كان موضوع قاسي شوية لكن كان لازم أتكلم فيه عشان أبقى قدمت تجربة كاملة. يمكن محدش حس بيها لأنه ما حصلتلوش نفس الظروف، لكن أنا كبرت ووالدي كبر وكان في يوم من الأيام لازم يعني ينتقل. لكن فقبل ما تقرر إنك تهاجر لازم تدرس الموقف من كل الأبعاد، ولو قررت تهاجر 100% لازم تبقى أنت عارف كويس قوي أهلك هيضحوا بإيه. وقبل ما تهاجر لازم تراضيهم، ولازم تكون بار ليهم عشان على الأقل تعوض عدم وجودك وسطهم اللي هو لا يقدر بثمن. أرجو أكون فدتكم، أشكركم وألقاكم الحلقة القادمة إن شاء الله.